مرحبا بكم في هذا الشرح حول جي اف سيرف محاكي النينتندو. هنا تقومون ببراوز للروم، هنا اعدادات الانبوت الفيديو وغيرها. نختار في هذا الشرح لعبة ماريو، تقومون من هنا باعدادات الجويستيك بالضغط على الازرار المناسبة، ومن ثم كما تلاحظون فهذه هي لعبة ماريو المعروفة. ولا نختار لعبة أخرى. Thank you.
نجرب روم أخرى. نجرب كونترا. كونترا لا تشتغل في هذه الحالة. سأستخدم محاكي آخر مثلا هيجان. نختار الفاميكوم. صراحة لعبة كونترا فهي معروفة، لعبة جميلة جدا. فمحاكي هيجان يستطيع تشغيل العديد من الألعاب، منها ألعاب الجيم بوي والفاميكوم والنس، يعني سوبر نينتندو. مثلا الفاميكوم إلى آخره. مثلا لعبة ميجا مان. هناك مشكلة على هذا المحاكي. أنت فقط تدرس وسوبر ماريو وولد. هناك العديد من الألعاب على الفاميكوم، وأترك لكم الفرصة لتجربة
الألعاب التي كنتم تلعبونها؟